أثار رئيس بلدية أنقرة الكبرى السابق مليح كوكاجيك الذي يعتبر من أقرب حلفاء رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان موجة من الجدل في تركيا بعد دعوته إلى تسليح الشبان السوريين في بلاده وإعادتهم لسوريا. من جديد تتكشف حقيقة الدور التركي المزعزع للاستقرار في سوريا وسعيها لإذكاء الصراع الدائر في البلاد منذ سنوات، والذي ذهب ضحيته مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن لجوء ونزوح الملايين من السوريين في الداخل والخارج وتدمير معظم البنية التحتية في مناطق الصراع. فصول الدور التركي باتت معلنة بشكل أكبر مؤخراً، خاصة ما يتعلق باستغلال مئات الآلاف من اللاجئين عبر تخييرهم بين الانضمام إلى معسكرات التدريب ومن ثم تسليحهم والزج بهم في المعارك بسوريا أو الترحيل القسري إلى مناطقهم هناك، حيث المعارك ما تزال مستمرة بين قوات النظام السوري والفصائل التي تدعمها تركيا. رئيس بلدية أنقرة الكبرى السابق مليح كوكاجيك كشف صراحة عن هذا التوجه عبر الدعوة إلى تسليح السوريين في تركيا وإعادتهم لسوريا، ما أثار موجة جدل عارمة بوصفه يمثل إلى حد كبير توجهات النظام التركي لكونه يعتبر من أكثر المقربين من رئيسه رجب طيب أردوغان. كوكاجيك أكد في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر أنه لا بد من سياسة جديدة في تركيا تجاه اللاجئين السوريين، مؤكدا على بقاء الرجال والنساء المتجاوزين سن 35 عاما والأطفال أيضا في تركيا، على أن يتم تدريب الشباب ممن هم أقل من سن 35 سنة في معسكرات تدريب داخل تركيا، ومن ثم تسليحهم وإعادة إرسالهم إلى الحرب. وفي حال رفض هؤلاء فكرة الانخراط في التدريب والتوجه للحرب في سوريا، فإن مصيره الترحيل القسري وبشكل فوري من تركيا بحسب كوكاجيك. هذه التصريحات جاءت في الوقت الذي تشن فيه سلطات النظام التركي حملة واسعة لترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم. أكدت منظمة Human Rights Watch قبل أيام أن حملة الترحيل تتم بشكل قسري وتجبر السلطات اللاجئين على توقيع أوراق تقول أنهم اختاروا العودة طوعا إلى بلادهم. حول هذا الموضوع معنا الآن من مرسين غزوان قرنفل مدير تجمع المحامين السوريين. أستاذ غزوان مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة. تحياتي لحضرتك. شكرا لكم. راح أبدأ معك مما طالب به رئيس بلدية أنقرة السابق وهو مقرب من أردوغان للشبان اللاجئين السوريين ما تحت 35، إما الترحيل القسري أو التجنيد الإجباري. تفضل. هلأ بداية التصريح هو صادر عن شخص لا يحمل صفة رسمية بالتأكيد، وإن كان مسؤولا سابقا في بلدية أنقرة. نعم. وبالتالي لا يمكن القول على أنه هذا التصريح هو بمثابة سياسة حكومية تركية، إنما هو وجهة نظر من قال به، ونحن رددنا على هذا القول بأنه لا يمكن أصلا. لو أدرك هذا الشخص تداعيات مثل هذا التصريح القانونية لما تفوه بما صرح به، بمعنى أن السلطات التركية لم تتخذ منهجا عملية يعني إكراه الناس على حمل السلاح وزجهم في معارك يعني في الأراضي السورية وهم كانوا أصلا في تركيا. هذا لم يحصل ولن يحصل بتقديري، ولن يكون سياسة حكومية. الرجل يطرح وجهة نظر تمثله هو، ونحن نقول في هذا السياق أنه هذا الكلام مردود عليه. السوريون لم يفروا من بلدهم إلا عندما اختلطت الأمور واختلط الحامل بالنابل وارتكبت المجازر على مرأى ومسمع العالم أجمع، ولم يتنطع أحد لإنقاذ السوريين أو لدعمهم. لم يقدم أحد صاروخ واحد لمواجهة الطائرات التي تغير على المدنيين يوميا، الآن منذ شهر وأكثر تغير بشكل يومي وبكل لحظة على المدن والأرياف في إدلب. هل قدم أحد صاروخ ليواجه الطائرات التي تستهدف المدنيين والأعيان المحمية؟ لم يقدم أحد. إذن السوريون ليسوا في وارد خوض معارك نيابة عن أحد. السوريون يمكن أن يخوضوا معاركهم عندما يعرفوا أن السلاح وجهته الحقيقية هي
سلطة العصابة الحاكمة في دمشق أو أي قوى تتنطع للدفاع عن هذه السلطة أو للانتصار لها أو لتكريس مشاريع عابرة للوطنية أو تتجاوز على حقوق الشعب السوري بكل أطيافه. طيب. بالتالي هذا التصريح لا قيمة ولا وزن له ولا يمكن ربطه بالحملة الأمنية التي إذا أردنا طيب العفو المقاطع إذا أردنا أن نتكلم في هذه النقطة سابقا يعني كان هناك تسليح لشبان سوريين من قبل الحكومة التركية وقاموا باحتلال عفرين. لا 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 هذا لم يحصل. اسمح لي بس توضيحا لهذا ما حصل في المعارك المتعلقة بعفرين أنه كان هناك تحالف بين الجيش التركي وكتائب مسلحة هي موجودة أصلا داخل الأراضي السورية. لم يحصل أن جند لاجئون سوريون موجودون هناك معسكرات تدريب لهؤلاء المقاتلين داخل الأراضي التركية سيد غزوان؟ لا معلومات لدي إن كان هناك يعني معسكرات تدريب داخل تركيا، لكن أجزم أن الكتائب المسلحة الموجودة في شمال سوريا في مناطق عزاز ودرع الفرات وغيرها لديها من المساحات الجغرافية ما يكفي لإقامة مناطق للتدريب، ولكن التي الجهات التي خاضت معارك في عفرين هي جهات عسكرية موجودة داخل الأراضي السورية. لم يحصل وأنا مسؤول عن كلامي لم يحصل أن جندت تركيا لاجئين وزجت بهم في معارك داخل سوريا. طيب. نبقى في الموضوع سيد غزوان. السلطات التركية تقول أن ما يتخذ من إجراءات حيال اللاجئين السوريين يتطال فقط المقيمين بشكل غير قانوني. هل تعتقد أن ما يتخذ من إجراءات جديدة حيال اللاجئين السوريين يتم بشكل واضح وليس هناك غموض أو لبس على الإطلاق؟ هلأ بداية الحملة اللي حصلت، أولا الحملة هي تقتصر على مدينة اسطنبول فقط. ألو تفضل عم نسمعك تفضل. الحملة تقتصر على مدينة اسطنبول فقط ولم تمتد إلى أي مدينة أخرى، هذا أولا. ثانيا المسألة تتعلق بحالة تنظيمية قانونية، ولكن كلنا يعلم أن هناك خلال هذه الحملة تم ارتكاب أخطاء وتجاوزات ويعني تم حتى استعمال عنف أحيانا وإكراه على توقيع على أوراق العودة الطوعية المزعومة، وكلنا أشرنا إلى هذه الأخطاء وتواصلنا مع المؤسسات الرسمية التركية ووعدت بإعادة من تم ترحيله قسرا إلى تركيا، وبالفعل أعلنت منذ يومين وكالة أنباء الأناضول عن إعادة أحد المبعدين قسرا ويحمل بطاقة كملك من مدينة اسطنبول. المسألة هي إعادة تنظيم من ليس معه بطاقة حماية في اسطنبول، سيتم نقله إلى ولايات أخرى واستخراج بطاقة حماية له. من لا معه بطاقة حماية من خارج مدينة اسطنبول مطلوب منه حتى تاريخ 20/8 أن يعود إلى المدينة التي كان يقيم بها أصلا. وهل هذه المدة كافية لترتيب وتأمين أوضاع من يود الذهاب إلى ولاية أخرى؟ بالتأكيد يعني المدة قصيرة وراح يكون لها آثار سلبية على كثير من السوريين اللي راح يضطروا يصفوا أعمالهم على وجه السرعة ويبيعوا يعني ما يريدون بيعه أو يصفوا زممهم المالية، سيكون أكيد هناك آثار سيئة. وعدت أيضا ولاية اسطنبول بأن تساعد في نقل العفش والأسر التي ترغب بأنه أو ليس لديها القدرة على تحمل تبعات المالية لعملية الانتقال إلى مدن أخرى. لكن في جميع الأحوال هذه الحملة لها وجه سلبي بالتأكيد، تبدى في بدايتها وتم ترحيل أناس بدون وجه حق، وتم إلزام بعض الأشخاص بالتوقيع بالإكراه على العودة الطوعية، وبسبب ضغط من منظمات حقوقية تركية في المقام الأول وتواصل منظمات مجتمع مدني سورية والإلحاح على أمها الجديدة تم تسويت هذا الأمر، وهناك وعد بإعادة من تم ترحيله خطأ. طيب هناك ترحيل إلى إدلب من للبعض من هؤلاء سيد غزوان،
هذا ما يدفعني للسؤال، كيف أثرت عملية الترحيل الحاصل على حياة اللاجئين السوريين؟ تماما، لا تعتبر لا منطقة إدلب ولا منطقة درع الفرات أو غيرها من المناطق هي مناطق آمنة بالمعنى القانوني. كل الأراضي السورية ليست مناطق آمنة، هي إما تقصف جوا وإما هي تحت سيطرة قوى عسكرية ترتكب انتهاكات وتتجاوز على القانون، وبالتالي هي ليست المكان أو الملاذ الذي يأمن فيه الشخص على نفسه أو على ماله أو على عرضه، وبالتالي الإعادة إليها هو شيء مخالف للقانون وعلى تركيا. وقلنا هذا عبر عدة منابر إعلامية، احترام القانون الدولي العرفي الذي يمنع الإعادة القسرية إلى الدولة التي فر منها الشخص ملتمسا الحماية إلى دولة. مخالف للقانون الدولي العرفي، بالتالي كيف يمكن للقانون التعامل مع هذه الإجراءات اليوم؟ وأساسا هل يوجد من يحاسب سيد غزوان؟ تفضل. تماما، اليوم نحن يعني توجهنا بكتاب، يعني مؤسسات سورية أقصد توجهت بكتاب إلى والي اسطنبول، طالبت فيه بمحاسبة العناصر الشرطة الذين أكرهوا الناس على توقيع عودة طوعية أو مارسوا عنف على من تم اعتقالهم وترحيلهم، وبالتالي نحن توجهنا بهذا الطلب، لم نلجأ إلى محاكم. هناك منظمات حقوقية تركية تفعل ذلك الآن، وتمثل المرحلين السوريين بهدف إعادتهم إلى وضعهم القانوني في تركيا. طيب. وبالتالي لا موجب للجوء إلى طرق أخرى لأن القانون متاح العودة له. يعني هل ممكن أن يبقى القانون حبر على ورق أم سنشهد إجراءات ضد تركيا جديدة في هذا الصدد؟ والله نحن لا نملك سوى لغة القانون، فبالتالي المرجعية التي نرجع إليها هي التي رجعت إليها المؤسسات الحقوقية التركية، والتي أعلنت في بيانات تضامن لها أنها جاهزة، ونقابة المحامين حتى في اسطنبول أعلنت ونشرت أرقام هواتف محامين متطوعين لإقامة دعاوى فيما يتعلق بحق من تم ترحيلهم بالعودة إلى أماكن سكناهم وطلب التعويض عن الضرر المعنوي والجسدي الذي لحق بهم. طيب ختاما سيد غزوان، يعني السلطات التركية كانت على علم ومنذ فترة طويلة بوجود هؤلاء اللاجئين السوريين، ولو أنه بالشكل غير المطلوب المتوفر بالشكل غير المطلوب توفره حاليا، وتغض الطرف عنهم، و على الرغم من أن الكثيرين منهم يقومون بأعمال بأجور زهيدة وحتى يقعون في كثير من الأحيان تحت الاستغلال فقط لأجل لقمة العيش، لماذا الآن بات المهاجرين صدرهم غير رحب أمام الأنصار كما وصف في يوم من الأيام أردوغان اللاجئين؟ يعني الحقيقة لا يمكن أن أسائل دولة ما عندما تريد إعمال القانون. يعني كان هناك نفس يعني التعليمات التي صدرت هي أصلا جزء من القانون الذي يحكم وجود السوريين في تركيا، وهو قانون الحماية، بمعنى هاي الإجراءات هي أصلا موجودة في القانون، ولكن كان يغض النظر عن كثير من الأشياء، يعني ربما تسامحا مع السوريين. الآن وربما لمآرب سياسية كما يقال الآن، مآرب سياسية خاصة. أنا لا أستطيع نعم. أن أقرأ نوايا الآخرين. نعم. أنا أقول هناك سياسة غض طرف مع السوريين، وبالتالي هذه السياسة يبدو أن يعني هناك موجبات داخلية سياسية تركية أوجبت طي صفحتها الآن وإعمال نصوص القانون، ونحن كسوريين موجودين في تركيا يتعين علينا احترام هذا القانون والالتزام به. واضح. ولكن كل ما هنالك نحن نطلب أن يتم التعامل باحترام لآدمية الإنسان وأن لا تنتهك حقوقه، وإن كان يعني قد أسفر في استثمار سياسة غض الطرف. أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات ضيفنا الكريم من مرسين غزوان قرنفل مدير تجمع المحامين السوريين.
فاصل مشاهدينا الكرام، وإلى ملفنا الأخير لحديث اليوم.